ورشة العمل هذه هي يعني بنختبر فيها وبندشن فكرة مرتكز معرفي خاص باتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة. هذه الاتفاقية هي واحدة من 10 اتفاقيات في إطار الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق الإنسان. والحقيقة أن هذه الاتفاقيات في الأساس هي الدول هي المسؤولة أمامها عن حقوق المرأة في خصوص هذه اللجنة، ولكن دور المجتمع المدني مهم جدا. ففي هذه التجربة نحن نسعى للتعرف على تجارب الدول في مجال إقرار حقوق المرأة، خاصة أيضا أن الأديان أحيانا ما تستخدم أو تفسيرات دينية أحيانا ما تستخدم للإقلال من حقوق المرأة. فهذه المسألة المعقدة هناك تجارب كثيرة من ضمنها التجربة المغربية في تطوير حقوق المرأة. يهم لجنة حقوق الإنسان للدفاع عن حقوق المرأة أن تتعرف عليها. فهو مختبر من ناحيتين، أولا المجالس الوطنية لحقوق الإنسان بتفتح هذا الفضاء للحوار مع المجتمع المدني، ولكنها أيضا تمده الآن للحوار مع الخبراء الدوليين. فأعضاء من لجنة سيداو سيكونون موجودين للتعرف ليس فقط على التجربة المغربية، لأنه هذا الاجتماع هو اجتماع إقليمي. المهم فيه هو أنه كما أكرر دائما أن الأصالة الثقافية والخصوصيات الحضارية والدينية هي عنصر إسراء لعالمية حقوق الإنسان وليست سببا للانتقاص منها. هذا هو الجوهر التوازن والتدبر الذي تسعى هذه وزارة العمل إلى التعرف عليه.